بين الضم والفتح. هرع لا هرع. كثيراً ما نسمعهم يقولون هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، أو جاءوا يهرعون إلى كذا. وصحيح القول هرع إلى كذا ويهرع إلى كذا ببناء الفعلين للمجهول، لأن الفعل هرع لم يرد في لغة العرب إلا مبنياً للمجهول، فالعرب تقول أهرعوا وهرعوا. هرع الرجل وأهرع إهراعاً إذا أتاك وهو يرعد من البرد أو الحمى أو الغضب. قال عز وجل: وجاءه قومه يهرعون إليه. وقال تعالى: فهم على آثارهم يهرعون. قال المهلهل: فجاءوا يهرعون وهم أسارى يقودهم على رغم الأنوف. وقال عبيد بن الأبرص: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. فوضى لا فوضى. يخطئ بعضهم فيقول فوضى بضم الفاء، وهذا الضبط غير صحيح، وصحيح القول فوضى بفتح الفاء. فالعرب تقول قوم فوضى أي مختلطون، كقول الشاعر: طعامهم فوضى فضا في رحالهم، ولا يحسنون السر إلا تناديا. وقوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم، كقول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فقل إذن فوضى بفتح الفاء، ولا تقل فوضى بضم الفاء.